السلام عليكم متتبعي قناة بدرة، معكم أخوكم حسن، معكم قناة حسن زراعة الأسطح. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم بهذا الفيديو هذا ووريكم الزراعة اللي عندي وتشوفوا فين وصلت إن شاء الله، وريكم التجارب الناجحة اللي كتشوفوها قدامكم. هذه الفلفل الحار ما شاء الله، هي نورات مزيان، وعندي فيديوهات في القناة على طريقة الزراعة ديالها، ممكن ترجعوا تشوفوهم. هي الثمار والحمد لله، هاي بديك تعطي الثمار ديالها، كل شيء هذا الزهور هذا راه فيهم الثمار، هانتوما ها بديك تعطي، بسم الله ما شاء الله. نوريكم عاود ثاني فين كاينه، ها هي الحمد لله، هاي بديك تخرج الثمار ديال الفلفل الحار. هذه تجربة ناجحة، وهذه تجربة أخرى، هي هذه فلفل حار. نبدا معكم من الاول، هذه التين السنه الاولى واثمرت والحمد لله. هذا التين خريفي، هذا اللي يعطي الثمار ديالو في الخريف، بدايه الخريف كتكون لذيذه يعني ما شاء الله. هادو الزبينار رسم غير في هذا، هادو بعض العقل ديال التين زرعتها. هذه الجوافة، هذه القزبرة ما شاء الله بأنوارها، هذه كدير دابا الزريعة كدير لنا البذور. هذه القزبرة ما شاء الله كنستعملها في المنزل، وهذو بعض القارورات كنت درت لهم فيديو، وهذه إعادة درت لهم إعادة تدوير، غرست فيهم دابا نيت الفلفل والجيرانيوم. تشاهدوا الجيرانيوم، هذا فلفل اخر، هذا كرافس حشيتو هو داك كيخلف، قطعناه للاستهلاك وخلينا في هذا. وهذا الباذنجان، وحبي الزراعه، زراعه سهله منزليه، شجعوا غرسوا في داركم كل شيء حاجه من يديكم. هذه الباذنجان خليته هذه البذور، استخراج البذور، هذه النعناع، تشوفوا ديك القارورات عاوتاني. هذا الخص ما شاء الله، هذا الخص بدا كيدير البذور ديالو، عنده ازهار جميله. هذا فليو الجبلي عنده الازهار، ومن هنا كيخرج البذور. نخليو هاد البذور تغرسوهم عاود تاني ان شاء الله، ازهار جميله. هذا القرع الاخضر، هذا الفلفل، هذا الذره، هذا الباذنجان، وهذا الغنباز، هذه اللوبيا كتسلق، هذا الإيجاص هو أثمر والحمد لله. الزراعة منزلية جميلة جدا، تكون من خير يديك. القناة راه فيها 90 فيديو كلها مبسطة حول الزراعة المنزلية، يمكن ترجعوا تشوفوهم. هذا البروكولي درت لي توا فيديو ديال الزراعه ديالو، نقل الشتلات او يلا نقلتهم. هذا النعناع فلي ملقم، هذه عرفتو يمكن عشبه الليمون، هذه جميله حتى هي، درت لي واحد الفيديو درت لها درت فيها اعداد الشاي بالليمون في القناه، يمكن ترجعوا تشوفوه الى بغيتو. عشبة الليمون عشبة اسيوية، هذه القزبرة، هذا الخص، الكروم، هذه لوبيا هي تسلقات، شوف ما شاء الله فين مشات، مشات اللوبيا، وغادي نهبطها عاود تاني من هنا.
كلشي هادشي قالت لي الطريقة ديال الزراعة ديال هذا البرقوق، وفيه هذا السلاوي او التسلق او اليقطين، احنا كنقولوا ليه السلاوي انتم كتقولوا ليه اليقطين. نوريكم الشيبة ها هي، نوريكم الازهار ديال الشيبة، زهرة الشيبة هاي. هنا كاين البذور ديال الشيبة، سبحان الله أزهار جميلة جدا. هذا الذرة، هذا أرجان، هذا منظر عام. هذه اللويزة، هذه اللويزة بلدية، وهذه الجلسة ديالي في كنجلس وكنرتاح. انا كنفطر، نوريكم الخوخ، شجرة الخوخ. هذه العطريشة، هذه دي مع الطفل، هذه حامضة. هذا منظر عام، هذا قديد ديال الخروف. هذا منظر عام، هذا لقلاقونا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، تبارطاجيوه كي تعم الزراعة المنزلية الوطن العربي. واللي عنده شي سؤال ولا استفسار يخلي لي في القناة وانا غنجاوب عليه اسفل الفيديو، وانا غنجاوبه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.